السلام عليكم. اليوم حبيت نتطرق إلى موضوع تهيئة الفضاءات حول مدينة الجزائر ولتكابرها مع كون أن المدينة تاع الجزائر العاصمة أصبحت تحتوي ما لا يقل عن 3 أو 4 ملايين نسمة، وتحتاج إلى فضاءات لتهوية يعني فضاءات طبيعية. إذا في هذا الإطار حبيت نعرفكم بالمشروع نتاع إعادة تهيئة حديقة الحيوانات تاع بن عكنون، حديقة ترفيهية لتعتبر أكبر حظيرة ترفيهية في الجزائر. إذا في هذا الإطار نخليكم تتابعوا هذا الفيديو الهام جدا واللي يتطرق إلى كل الجوانب نتاع التهيئة الجديدة تاع هذه الحديقة الهامة جدا اللي تقع جنوب مدينة الجزائر العاصمة. إذا خليكم تابعوا هذا الفيديو والسلام عليكم. حديقة الحيوانات لبن عكنون، أين هنا نسعى لعصرنة المرافق الترفيهية إلى حديقة سفاري، يعني راح يكون إنجاز مساحات واسعة للحيوانات للتجول، يعني يكون سومي ليبرتي، ويكون تهيئة مسالك يعني للزوار عبر أنفاق زجاجية، وين راح يكون هذاك الاحتكاك بين الزوار والحيوانات، ويكون الفرق بينهما إلا سمك تاع الزجاج. فيه كذلك تهيئة بعض الأحواض المائية، ألعاب جديدة تلك كما لاكروبانش والتيروليان، في إعادة تأهيل القطار. على مستوى حديقة بن عكنون سيتم تحويل حديقة الحيوانات إلى حديقة سفاري مع إنشاء مساحات واسعة للحيوانات والطيور وحديقة للزواحف، بالإضافة إلى ممرات تأمل للزوار مثل الأنفاق الزجاجية. سيتم أيضا تجديد الفنادق الموجودة في المكان، مما يوفر مشهدا للنزهة في وسط المنطقة الحضرية. يتم حاليا إنجاز حائط خرساني على طول الحديقة، فيما تم الانتهاء من أشغال تهيئة قنوات الصرف الصحي ووضع قنوات لتجميع مياه المنابع، بالإضافة إلى الشروع في إنجاز 3 أحواض مائية. أما بالنسبة لتهيئة مواقف السيارات الستة فقد تم الانطلاق في إنجازها، كما تم الشروع في تهيئة خط السكة الحديدية الموجود بالحديقة مع اقتناء 6 عربات و3 قاطرات على طول 6 كيلومترات.